يقول نزار قباني: أحبك لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. مساء المنى والمحبة والجمال، أربعاء جديد، الثقافة والفن والرأي تحضر على طاولة يا هلا بالعرفج في جولة معرفية ثقافية أدبية يلتقيكم فيها دائما عامل المعرفة أحمد العرفج. أبو سفيان مساء الخير. مساء النور. يوم قلت نزار ذكرتني لي 20 سنة أي أشتغل على كتاب عن الحب وتعريفات الحب، خلصت 20 وتعريف الحب ما خلصت، واتذكر نزار يقول 20 عاما يا دروب الهوى فوق درب الهوى ولم نزل في الصفحة الأولى. والغريبة أنه فعلا أنا لقيت أفضل تفسير للحب أنه ليس له تفسير. خالد الفيصل التقى مع نزار في هذا المعنى، قال: فز الخفوق وقلت يلا عسى خير، أثر الليالي عاد غايب قمرها، والحب ما له يا أهل الحب تفسير، قلبين والله بالمحبة أمرها. يعني أنا أقول زي ما يسألون يعني الحب صفتي يعني ملك الحب، مع أني ما أحب الأكل وأحبها لي. قلت لهم الحب شيء واحد، تجارب شخصية ولا له تعريف، كل واحد يعرف، ولو جبنا 1000 تعريف للحب كما يقول سقراط كلها انطبقت وكانت صحيحة. جميل جدا، تحياتنا للمطر وللجمال. أيوة وللعاصمة اليوم. شوف، وللحب. بس قل لي قبل ما ندخل حزمة أفراح، كيف شايف أجواء الرياض؟ والله أجواء الرياض شايف ما شاء الله، نخلص من غيمة وندخل في غيمة ما بس شاء الله. خلينا نوسع الدائرة، ترى أجواء السعودية كلها تتنافس في الجمال. صحيح، احنا بس لاننا يعني نطلع من البيت. أيوة للاستوديو. نعم ونمر بالشوارع والامطار ولا الحاله المطريه والله. واحنا في يا هلا بشكل اسبوعي. نعم عندنا كلام مع المركز الوطني للارصاد لرصد الحاله المطريه اجمالا في كل مناطق المملكه. يعني شفت في الجنوب مقاطع لو لم يقولوا انها من الجنوب ما صدقت. يا رجال بين مكه وجده الان في منطقه ربيع، أنا يمكن أروح الأسبوع الجاي بس عشان أكحل عيني بالربيع، طبعاً غير الشمال والثلوج الشمال. فالحقيقة أن السعودية الآن في هذه الأوقات تمر كل قصة عن الجمال في الجو أنا أصدقها. طبعاً في الرياض زي ما قلت عشان نتعايش كل شوي تفتح الشباك تلاقي لون الجو، مرة ضبابي مرة مطر مرة غيوم مرة شمس مشرقة إلى آخره. جميل. طيب من الشعر قبل إلى الأفراح. الأفراح شوف فرح. بس خليني أعطي معلومة مهمة جدا. أنت الأسبوع ذا كنت معزوم بثلاث مناسبات، أنا معزوم 6. السعودية صارت ما شاء الله ورشة عمل كبيرة. الآن في السنة ذي في الرياض الحالة تقريبا في 4000 فعالية. يا رجل ما شاء الله. وبعدين شيء في التقنية، شيء في فرص، شيء في العقار، شيء في السباق الخيل، شيء تعرف في نظريتين في العمل، نظرية التوالي ونظرية التوازي. نظرية التوالي أنت ما تبدا البرنامج لين يجي ابو يحيى، ما يجي ابو يحيى لين تشتغل الاضاءه، مبنيه على بعض. لا، المشاريع في السعوديه ماشيه بالتوازي، وزاره النقل شغاله في القطار، العقار شغال، منطلقين ما شاء الله في فضاء الوطن في كل المجالات، فانا اسميها نهضه شامله. ما الاسكان لا ينتظر التعليم، التعليم لا ينتظر الترفيه، الترفيه شغال، التعليم شغال، الاسكان شغال، العقار شغال، الاستثمار شغال. الان شوف حزمه الفرح 9 أخبار ليس فيها خبر يشبه الآخر. خذ الخبر الأول اللي أنا بالنسبة لي أعتبره يعني لو ما يجينا الأسبوع ذا الخبر ذا كفاية. وزير النقل يعلن تحالف بقيادة شركة صينية و11 شركة عالمية يعمل حاليا على استكمال التصاميم والمسار الخاص لمشروع الجسر البري القطار الذي سيربط شرق المملكة بغربها. يعني تركب من الدمام وتقرأ جريدة ولا توصل إلا توقف إلا في جدة. إيش الحلم هذا؟ هذا الحال. وأنا أقول لك 10 شركات عالمية، أنا لأني عشت في بريطانيا وأعرف ماذا قطار أنك تجيب معك القهوة والشاهي وتحط الجريدة قدامك وتدعي القيادة لأهل القطار وتقرأ تغرد تسنب تتابع تنام اللي تبغى. هذا واحد. تحط اثنين. الجريدة هذا زمان، اليوم بتحط الكتاب تحط الجوال. المهم أنك تستثمر الوقت. نعم. والأهم من هذا كله الفكرة العظيمة هذه يعني. نعم. إن شاء الله لها النجاح في تنفيذها من 40 سنة وحنا ننتظرها. هذا من 40 سنة وننتظرها، وإن شاء الله بإذن الله أنا وإنت حنروح من هنا إلى جدة عبر القطار. اثنين، وزير الاستثمار نظام تملك الأجانب للعقار في المملكة في مراحله الأخيرة. طبعا انت حتيجي لما تكون في اجانب يتملكون العقار بمواصفات معينه، حيحيون الاقتصاد، حيضخون اموال، حيجيبون زي احنا مثلا لما نشتري في تركيا او مصر ولا كذا، ترى هم يفرحون ان اهل البلدان دي، لانه هذا اول شيء. 3 مؤشرات، مؤشر ان البلد مستقر، المؤشر الثاني يجيبون عمله، المؤشر الثالث انك انت اصبحت قبله
الناس تتمنى الهجرة لها، وهذا شيء مهم. طيب ثلاثة، ضمن مبادرة السعودية الخضراء بدء زراعة 49 مليون شجرة فاكهة وليمون في عدة مناطق. 49، شوف الخبر الأول قطار، خبر الثاني تملك جانب، خبر الثالث زراعة خضراء. أربعة، باستثمارات مليار جنيه شركة سعودية تستعد افتتاح مصنع أدوية ضخم في مصر. أنت مصنع هناك وخيراته هنا. أربعة أو خمسة، وزير الإسكان ماجد الحقير في الملتقى اللي أنت حضرته، أسعار العقار مبالغ فيها، وسوف نضخ أراضي في الرياض والدمام وجدة للمبالغة ذي عشان تخف. هذا الخبر اللي أنا اعتبرته حزمة فرح، مع أنه نصه فرح ونصه غير مفرح. رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، رصدنا الملاحظات على النقل التلفزيوني وتواصلنا مع الشركة المنتجة. شوف أنا عزمني سمو الأمير اللي أنت ما قدرت عشان حلقتك، الله يوفقك الأمير والوليد بن بدر، وحضرت أول مباراة لرونالدو، لأني أنا صحفي وإعلامي لازم أشوف ردة الفعل. تنظيم الملعب جيد، الحضور كان عادي، الحضور كريستيانو ما كان ملفت كثير، يمكن أول مباراة. النقل التلفزيوني كثير تضجر منه، وأنا وإنت هنا من هالمنصة من سنة وحنا نقول يا جماعة حنا جبنا عقود اللاعبين بملايين الريالات، بقي النقطة البسيطة هذه موضوع النقل إنها تكون محترفة. أنت تشتكي من التقطيع وأنا أشتكي من التقطيع، وهذه نسجلها كما زي ما قال حبيبنا الطريق نسجلها أول مباراة تنقل على 16 قناة بأربع لغات هي للنصر، عشان بعد 100 سنة لما نجي مؤرخ يقول أنا وأنت قلناها في البرنامج نحفظها للنصر، صح ولا لا؟ إي بس الأخبار تقول إنه بعض القنوات اللي أخذت حقوق نقل الدوري أخذت حقوق نقل مبارتين في كل جولة. نعم. بمعنى إنه نقلوا المباراة اللي قبل، إذا يعني ما خانتني الذاكرة كانت مباراة الهلال وأبها ونقلت مباراة النصر والاتفاق. صحيح. ويمكن بعض الاتفاقيات تكون فقط على مباريات النصر، يمكن الأمور ما هي واضحة بشكل كامل لكل القنوات، لكن إجمالاً دكتور إجمالاً نقطتين. النقطة الأولى إنه القنوات العالمية تنقل مباريات مباراة أو مبارتين أو أكثر من الدوري السعودي، هذه فرصة عظيمة. صحيح. جداً لكل اللاعبين ولتسويق الرياضة السعودية والدوري السعودي، وهذا كله جاء بفضل الصفقة الكبيرة جدا لقدوم كريستيانو رونالدو إلى السعودية. النقطة الثانية موضوع النقل التلفزيوني، هذا الملف فعليا لازم يطرح باستمرار حتى يتحسن. لأننا اليوم نتكلم على شيء في حدود الممكن. صحيح. يعني ما هو صعب أنك تحسن النقل التلفزيوني، ترى لهم سنة الآن، وأنه يكون بجودة عالية، مع علشان بس الواحد كذا يكون منصف، مع أنه إحنا نثق انه الاس اس سي والجهات الناقله والداعمه لهذا الموضوع والشركه المشغله تجتهد في موضوع النقل، لكن احنا اليوم نتكلم على واحد من الامور السهله. ما هي الامور الصعبه ولا المعقده؟ فكره نقل المباريات وعدم تقطيعها وعدم انقطاع البث من الافكار اللي مفروض انه اصلا ما عد نوقف عندها، مفروض احنا نذهب الى تطوير. نعم. اكثر من كذا يعني. نعم. فان شاء الله انهم يعني يتلافون هذا ويكون تطوير النقل مواكب لكل التطوير الكبير اللي نشهده اليوم في الرياضه السعوديه. صحيح. بس ترى في نقطه مهمه، العود منور ركزه، اذا انه المشاهد الخارجي شاف اول 3-4 مباريات شاف فيها تقطيع سيصاب بالإحباط. أنت لو سويتها بعد الجولات الأولى صح، لكن أنا أقول الموضوع له سنة وبسيط، وأنا متأكد أنه هم الآن حسب ما قل نشر الخبر إن شاء الله أنهم يعني خلال أسبوع أسبوعين يحلون المشكلة دي، وهي زي ما قلت ليست صعبة وليست مستحيلة، وعندنا خبرة. ترى إحنا من الدول المتفوقة في النقل، نقلنا من زمان، لنا الآن 50 سنة، أول مباراة نقلت في عام 1400 وقبل نقلت على الهواء. طيب نكمل. وزير الشؤون البلدية، هناك خارطة لتكون 3 مدن سعودية من أفضل المدن في العالم. أنا أتمنى جدة والرياض والخبر أنها تكون من ضمن أو مدن أخرى. أيضا تماشي مع رؤية 2030 العملة الرقمية في المملكة تحت الدراسة حسب ما أعلنوا. وزير السياحة، لدينا توجيهات من القيادة بأن كل وزير عليه مقابلة المواطنين بشكل شهري للاستماع لهم وأخذ مرئياتهم وشكاويهم. خلال عام 2022 الطلبة السعوديون يحصدون 94 جائزة عالمية ودولية. شفت كيف كلها أخبار؟ وحبيبنا أحمد عبد الكريم قال على أساس أن اتحادي عشان نثبت حيادية أنه من أخبار حزمة الفرح أن الأهلي متصدر دوري يلو
ونقول إن شاء الله الأهلي فريق عريق وإن شاء الله يرجع إلى أشقائه في الممتاز وإلى مكانه الطبيعي. نعم يعني نعم الأهلي نعم مكانه الطبيعي طبيعي حقيقة نعم يعني بين الكبار وفي دوري الكبار مع كل التقدير لدولي يلو ولكل الفرق الجميلة الموجودة فيه والتنافسية العالية، لكن حقيقة أنه الدوري يفتقد الأهلي وجمهور الأهلي أنت شايف دكتور حقيقة يعني هذا الحضور الثري جدا 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 في دوري يلو أعتقد أنه تاريخي. وجمهور الأهلي ترى جمهور فعال، في بعض الأندية لها جمهور لكن غير فعال، جمهور الأهلي جمهور فعال إذا ما حضرت تفقد وينه وينه، يعني أنا أقول لك حضورهم مهم ليس لأنه جمهور الأهلي، لأن الأهلي وجوده حيعطي الدوري مذاق خاص ومذاق جميل وتنافس أعلى. جميل جدا، كل التحية والمحبة والتقدير للأهلي لجماهيره لتاريخه العريق والكبير جدا، وإن شاء الله نشوفه في الموسم القادم وكل الفرق اللي تستحق الصعود والوصول في دوري روشن السعودي. بنروح إلى خبر الأسبوع اليوم، خبر الأسبوع من صحيفة سبق جمعية حقوق الإنسان، السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص نقلة حيوية أو حقوقية مهمة. رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بصدور قرار مجلس الوزراء والقاضي بالموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة والاستخدام المهني. وترمي السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص إلى تطوير الأنظمة والسياسات التي تحد وتمنع صراحة التمييز وتعزز المساواة من خلال إطلاق حزمة من الإجراءات والبرامج والمبادرات الهادفة لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه. شكرا للزميل أحمد عبد الكريم والتعليق عندك دكتور. شوف أول شيء أنا أعتبر هذا الخبر مجرد طرحه، مجرد مش تطبيقه، مجرد طرحه على مائدة وعلى طاولة التداول هذا بحد ذاته إنجاز، لأنه زمان كانوا الناس ينكرون إنه ما في تحيز وإنه ما في إنه في مساواة وكذا. طرح الموضوع ينبئ أنه في بداية الحل مشكلة قد تكون موجودة في بعض الإدارات. سألت اليوم حبيبنا سعد الحماد قلت له إيش المقصود بالاستخدام والمهنة، إيش الفرق بينهم؟ قال التفريق بسيط فرقت وزارة الاستخدام هو أنك أنت تجيب شخص يشتغل ما يكون عنده مهارات وخبرة كبيرة، مثلا واحد تقول أبغاك تشيل لي العفش من هنا لهنا وأجرة يومية وشيء بسيط، هذا استخدام. المهنة تحتاج خبرة ومعرفة وعقد ومدة طويلة يتبنى عليها تأمين صحي و و و هذه النقطة الأولى. النقطة اللي هو سبب وجود هذه تكافؤ الفرص هم ثلاث فئات، المرأة والمعاقين وكبار السن زي ما هو مكتوب، ذول الأقل يسمونهم الأقل دعما والأقل التفاتا. في ظل هذه المادة وهي مادة مرسومة بذكاء استراتيجية تطبق خلال 10 سنين، 5 سنين الأولى تطبيق معين، 5 سنين الثانية تطبيق ثاني، وضعت الوزارة جدولة وطريقة لمراقبة تطبيق السياسة بحيث أنه تتكافأ الفرص. أبو يحيى معه ماجستير، أحمد معه ماجستير، أبو يحيى عنده خبر 5 سنين كذا، أبو يحيى ما عنده واسطة وأحمد عنده واسطة. هنا جت هذه لحماية أبو يحيى لأنه أحمد بواسطته يتقبلون الشكاوى، يتقبلون أي تظلم طبعا كله بأدلة. فأنت الآن هم حطوا المعرفة والخبرة والمهارات هي الأساس، لا فرق عربي ولا عجمي إلا بالمهنة، هذا النظام اللي عندهم، وهي حقيقة استراتيجية جميلة لو تكلمنا عنها، بس احنا بنبسطها على الناس نقول أي واحد متضرر حاس أنه ما في مكافآت الفرص ما هي متكافئة، انت موجود الايميل حق الوزاره مواقعهم تكتب لهم تقول كذا كذا، بس يكون واضح. احيانا يعني انا من خلال خبرتي احيانا واحد متاخر وتتاخر ترقيته وكسول في الدوام يقول لك يا اخي عنصريه الجهه الفلانيه او القبيله الفلانيه او المنطقه الفلانيه، انت لازم تقول هالكلام لما تكون فعلا فعلا في ظلم وفي ادله ملموسه ومحسوسه. اما والله انا ما حد رقال زمان، انا يوم اذكر يوم انا صغير بليد ما ادرس اقول لامي الاستاذ مستق صدري يقول لي انت شرقي ما نحب الشروق، وهو مسكين ما قالها والله افترى من عندي. تعرف الانسان بيحمي نفسه ما يبي يعترف بكسله، فيبدا يطلع عقد انه والله، وتشوفها في الكوره مثلا انه والله النادي الفلاني مستقصد، ما حد استقصدك انت ما تسجل هدف. نعم، وفكره الدفع بفكره تكافؤ الفرص كثقافه اليوم حقوقيه، ثقافه عمليه، ثقافه مهنيه، ثقافه
قانونية من الأشياء المهمة جدا. وأنا والله أتوقع ولذلك يعني كل الشكر والتحية على هذا الخبر. وأنا والله أشوف القيادة عندنا القيادة العليا، يعني أنا معاصر الحمد لله للدولة من فترات أتابعها من 1400، الآن في تحري كبير لتكافؤ الفرص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. كيف يدلك؟ أنه في تغييرات، في سرعة في التغييرات. لو مثلا وزير جاء ولا أثبت كفاءته، من أول كان في فترة مجاملة، لا والله خلوا وعطوا فرصة، الآن لا، ممكن بعد سنة أنت ما أشهر ممكن إذا أنك ما أثبت وجودك. هذا مبدأ تكافؤ، وأنت شايف أنه في ناس يجون من الظل ويصيروا مسؤولين. ليه؟ لأنه كان في فرصة، في سي في يحميه. أنا أقول لك الآن والله عصر تكافؤ الفرص، أي واحد عنده مهارة ولا أخذ حقه أنا مسؤول عنه، بس عنده مهارة، مو واحد عنده شهادة. ترى كلنا عندنا شهادات، ترى في فرق بين أنك أنت عندك تخصص وإجادتك للتخصص. أعطيك مثال بسيط، أنت معك ماجستير صحافة، تعال اكتب خبر عن ياهل أبو العرفد للسبق، ما تقدر. طيب أنا شو استفيد منك ماجستير؟ لو جاء واحد في سوق الخضرة يقرأ ويكتب وفنان وصاغ الخبر، أنا شغله عندي. إذن العبرة ليست، وقالها الأمير محمد وقالها ترامب قبل، قال انتهى زمن الشهادات، نحن الآن في زمن المهارات. هذا لا يقلل من قيمة الشهادة، هذا يقول والأجمل أنك تجمع الثنتين، أن يكون عندك شهادة في تخصصك ومهارة في إجادتك. أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإملاق بالرجل. أنا أقول إذا اجتمعت الشهادة مع المهارة أنت أخذت المجد من أطرافه، وإذا لم تجتمع فطور مهاراتك باستمرار. أنت شوف بخذ أنت في البيت، عندك في بيتك في جازان ولا بيتك هنا، لو خرب الكهرب أنت حتبعد حق كهربائي صح؟ ما تبعد عن شخص في الشارع. إيش اللي خلاك تترجاه وممكن تبوس راسه عشان يصلح اللمبة ولا يصلح السباك؟ هو جابه مهارته. أنت جابك هنا ترى مهارتك، أنت ما عندك واسطات، أنا عارفك، جابك مهارتك القدرة اللغوية اللي عندك. إذا خذ على هالمثال، والله هذا مثال أنا أقول للشباب دائما في دورات، أقول ركزوا على المهارات، لو ما أخذتها بأول سنة تأخذها بثاني سنة. إذا أنت تعرف في ناس في الديوان وشعبة الخبراء ما عنده واسطة بس عنده خبرة، يجيب لك المادة يصيغها صياغة قانونية، لما نشوفها ينبهر. وكثير ناس اسألوا رأس التحرير كيف يكتشفون الكتاب، يشوف مقال له ما يعرفه مين اللي كتب ذا، تواصلوا معه عطوه زاوية كذا. جميل، نروح لفاصلنا الأول، إيش رأيك؟ أي والله شرب شاهي. فاصلنا الأول، قبله كنا معكم في حزمة فرح وخبر الأسبوع، بعد الفاصل بنلقاكم في مزايين الكتب وبرواز، خلوكم. حياكم الله مجددا في هلا بالعرفج، وصلنا معكم إلى فقرة مزايين الكتب. اليوم سنتحدث عن كتاب كيف تحاور للدكتور طارق الحبيب، وسيروي لنا الدكتور قصة هذا الكتاب، خلونا نسمع. حياك الله دكتور أحمد، وبرنامج جميل، وشخص مميز متفرد مثلك ومقدم كذلك، لكم أجمل تحية. برنامج كيف تحاور، لا مش برنامج، كتاب كيف تحاور. هذا الكتاب له قصة. لما تخرجنا من الثانوي ورحنا للجامعة، كنا إعدادي كلية الطب، واحد من زملائنا جو الشباب قال يا طارق أنت لك نشاط إذاعي وما شابه ذلك، ورفيقنا هذا صار ملحد، أفا يا جماعة شو؟ رحت قعدت معه قلت سلامات يا فلان، قال يا طارق والله ما بفضل الحاد بريالي ما يعرفون. طيب ابن حلم جلست معه خلال ربع ساعة نص ساعة، الرجال خلاص ترك كل شيء، فآمنت وأدركت أهمية الحوار. بدأت بعدها كليش ما أكتب كتاب في الحوار، بديت أكتب ونشرت الكتاب قبل أن أتخرج. شكرا للدكتور طارق الحبيب، الحوار وما الحوار دكتور. شوف أنا بقول لك على طارق أنا وياه بدينا في المجلة العربية يمكن 1406، لا يقول الحين أنا كبرت أبو علي يزعل مني. بس أنا أذكر هو يكتب صفحة القراء وأنا في القراء، ومشينا مع القراء، هو يشد وأنا أشد، ما نعرف بعض، واستمرينا أصدقاء 30 سنة. ترى ما شفته إلا قبل فترة يوم أنا وياك أول مرة أشوفه في حياتي، مع أنه في مودة ومحبة. هذا ما يخص الكتاب، هذا ما يخص طارق. ما يخص الكتاب في نقطتين مهمة لازم أقولها. الكتاب ألفه في الجامعة، فأنا أعتبره نبوغ مبكر إذا كان هذا طالب في الجامعة يؤلف هالكتاب. الشيء الثاني أنه في مكتبتي أكثر من تقريبا 51 كتاب عن الحوار. اخترت هذا لسببين. السبب الأول أنه لغته بسيطة جدا، الشيء الثاني أنه مليء بالأمثلة.
مختصر شيء من شاف. وهو ذكر في المقدمة، أنا دائما ترى عندي لا يزعلون مني العرب ولا شيء، ترى أنا قارب العربي الحمد لله وأحب العرب، لكن الإنجليز في التأليف والغربيين بشكل عام تأليفهم منهجي، بمعنى أنه هو لما يألف عن كتاب عن مفرح الشقيقي عن مفرح ما يتفرع لي فصلين عن البيئة اللي نشأ فيها وما أدري، بحيث أنه مركز، لأنه حنا في زمن نحتاج تركيز وزمن التشتت مع السوشيال ميديا، فكل ما كنت صوب الهدف صارت سهل. هو يقول اعتمدت على المنهج الغربي في أن يكون أجيب عناوين كثيرة، لأن أنت لما تشوف الفصل سس الصفحات تتكاسر، لكن لما تحط عنوان كيف تحاور الأدب الغضب رفع الصوت، تحط كل واحدة معها نص صفحة، وترى هذا كافي، أكثر من نص صفحة ترى واسترسال، ترى أنت الذبيح دائما لما ترى اللي بقى الخروف تزنه 60 كيلو، ترى اللي يوكل منه 20، الباقي شحوم وصوف ومدري وعظام. هذا ما يخص. خلينا نتكلم الآن، هو كتب دليل علمي للحوار، وهذا الحقيقة كتبها بالدليل، نعم علمي للحوار. ما حقول لك الملاحظات الآن، بقول لك الآن الأسس اللي قام عليها، وهي تقريبا 24 نصيحة الإنسان لو ركز عليها لا عاد يقرأ كتب في الحوار ولا في الحوار ولا شيء. أنت تبدأ في الآية القرآنية الكريمة، وجادلهم بالتي أحسن، هذا خطاب للكفار، فما بالك أخوك المسلم التي هي أحسن. لاحظ أفعل تفضيل دي عندكم في اللغة، صح؟ صحيح. ليس حسن، ليس جميل، أحسن، وهو أفعل تفضيل، يعني جادلهم بالتي أحسن. الله عز وجل لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون قال فقولا له قولا لينا لينا، وهو قال أنا ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك حنا الواحد قال أنا اتحادي قاموا عليه، هذا بس ترى قال أنا ربكم الأعلى، ويقول له كلموه بلينا وأدب. خلينا مر على الأشياء عشان لأنها زي ما قلنا ما تغني على الكتاب لكنها تعطيك دليل الكتاب. أول شيء تعريف الحوار، عرف الحوار. اثنين أداب الحوار، أداب الحوار الحين حنمر عليها. أولها طلب الحق، إنه أنت الحكمة ظلت المؤمن. في ناس يجادل من، أنا أقول لك أي واحد يجادل من أجل الجدل ابعد عنه، لكن أبو يحيى جادلني من أجل قصيدة النثر، من أجل الحداثة، يبغى يعرف، يبغى يستطلع، جاءني مستكشفا وطالبا للعلم، ليس مجادلا أو اللي يسمونه مراء، لأن الحوار يزيد يطلع جدل بعدين يرتفع شوي يصير مراء بعدين يصير ملاسنة، فحنا ما نبغى نوصل في الحوار. ثلاثة أربعة، يجب أن نؤمن جميعا أن الخلاف طبيعة بشرية. أبو يحيى غير العرفج، أنت تشرب شاي بالحليب أنا أشرب شاي سادة، الله عز وجل يقول ولذلك خلقهم ولا يزال الناس مختلفين ولذلك خلقهم. الاختلاف أصل سنة الكون، وهو لو ما في اختلاف كان حسن البصري يقول ما زال الناس بخير ما تفاوتوا فإن تساووا هلكوا. وكلنا ألوية صح، في لواء وفي كير رقيب وفي نقيب وكذا، نفس الشيء التراتب، في مدير وزير فوق وفي تحته مجموعة كلنا وزراء. طيب خمسة، حسن البيان. أنت لما تتكلم موسى عليه السلام أبدا اعترف أن عنده تأتأة وقال يا رب يعني احلل عقدة من لساني وارسل أخوي هارون. شوف موسى ما قدر جاب حسن. أحمد شوقي يقال أنه كان شاعر عظيم بلا شك، بس كان عنده مشكلة في الإلقاء فكان يجيب أحد غيره يلقي. أيضا لا تقاطع وكن مستمعا جيدا، ترى المحاور الجيد مستمع جيد، لذلك أنا تعجبني في حواراتك أنك تعطي الضيف فرصة. أحيانا بعض المذيعين يبغى يثبت أنه هو الشاطر، لا مو شطار، أنت جايب ضيف، أنت كل يوم موجود، الضيف مسكين مرة يجي في العمر. أيضا البداية بنقاط الاتفاق، هذه من الأسس اللي ركز عليها طارق. أنت مثلا تحب الشاهي نحب، أنت تحب الرياضة نحب الرياضة، أنت تحب الرياضة نحب الرياضة، أنت تحب الإعلام نحب نبدأ بالنقاط المشتركة. حتى واحد من العلماء يقول فلنبدأ فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إذا حنا في الحوار نبدأ بالنقاط المشتركة عشان تعالف القلوب. طيب افهم الشخص الذي أمامك، وهذه نقطة مهمة أنا تعلمتها والله من إبراهام لينكولن، كان رئيس أمريكا، كان لما يقولوا لي بيجيك مثلا رئيس وزراء بريطانيا يقول جيبوا لي معلومات عنه، يحب الجولف يحب الخيل كذا، فهو يحط الأوراق قدامه وقال ترى ندري أنك أنت تحب الخيل. أنت لما تقول يا أبو يحيى الواحد وأنت تحاوره على شيء فيه تقول أبو يحيى ترى ندري أنك أنت عندك مزرعة مانجا في الشقيق وتحب المانجا، أنت حتنبسط وحتتنازل عن الموضوع اللي جاي نتحاور فيه، تعطيني اللي أبغى. فهذه يقول لك ادرس الشخص اللي أنت بتحاوره. أيضا ناديه بأسماء، بحب الأسماء إليه، يا دكتور يا ابو سفيان يا حبيب القلب يا غالي، لا تقول له فلان انت يا صالح، لا هذه ما فيها، لازم تكون رقيق شوي في الادب. ايضا من الاشياء الحلوه الامانه والانصاف، احيانا
لازم تكون أمين إذا نقلت من واحد أو جيت تقول واحد، والإنصاف أنك أنت إذا محاورك أصاب لا تأخذك العزة بالإثم. مع الأسف الحوار يقوم دائما على الانتقام للنفس، كاذب ربيعة خير من صادق مضر. لما مسيلم قالوا له كذا أتباعه قالوا له أنت ذا، قال صادق كاذب ربيعة خير من صادق مضر. أيضا لا تحتقر أو تسخر ممن تحاور، أيضا اعترف بالخطأ. من هذه كلها ترى جايبها، رتب أفكارك قبل لا تروح، لا تغضب لأن الغضب يخليك تنعمي. أيضا لا تستطرد ولا تتعصب لرأيك، لا تضخم الفكرة الصغيرة وتخليها الفكرة المهمة. بعض الناس يقول جميل. وهذه نقطة خطيرة، هذه نقطة مهمة، وهي ترى أبدا يعني إضاءة ضعيفة، يقول لك لا الإضاءة مهمة وهذه أهم قضية في الموضوع. لا الإضاءة ترى مهمة، هي مهمة، وتصغر في عين العظيم. نعم أحسنت يا سلام عليك. أغضض أغضض من صوتك قد ما تستطيع، كن هادئا. العرف الواحد، هذه نقطة تحتاج شرح. العرف الواحد أنه أنت الآن تجي بجدالات الفقهاء أو حوارات الفقهاء، لهم لغة عرفهم، أنت ما تروح على عرف النحويين لأنه في عرف النحويين غير. أنا وإنت نتناقش في كرة القدم، كرة القدم لها أعراف، ما تروح تسقطها لي في الحوار في موضوع الفقه. لا، كل يقول لك العرف الواحد يجب أن يتفق المتحاوران، يتفق المتحاوران صح؟ صحيح فاعل، أيوة فاعل. على على عرف واحد نقول يا جماعة مثلا مثلا كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة للدكتور عبد الحليم أبو شقة، قال في البداية اتفق، قال أنا لن أستشهد إلا بما ثبت في القرآن وصحيح البخاري فقط، أي هالكتابين ما أستشهد. هذا عرف نسميه عرف معين. أنا أقول لك في أهل بالعرفج، أي أغنية تحت مثلا 100 سنة ما نجيب قصتها، عرف معين ونمشي عليه. طيب يا طويل لا تباقي شوي، تطبيق قاعدة لكل ما مقام. خذ وقتك، خذ وقتك، الوقت لك، احنا جايين نستمع لك يا دكتور ونستمتع. الله يسعد. القاعدة رقم 19 يقول تطبيق قاعدة لكل مقام مقال. أحيانا أنت في مكان في ندوة عامة في الحوار في أمثلة من غير اللائق أنك تطرحها وإن كانت صحيحة، مراعاة المقام هذا موضوع مهم. وانت تذكر في بيت الشعر أنت كالتيسي في قراء الخطوب ومدري وكالدلو إلى عدم ناك دلو، نعم نعم، كثير الدلائي عظيم الذنوب. بالضبط هذا هو. أنت إيش أنت إيش هو إيش قال هو قال أنت كالكلب في حفاظك للودي وكالتيسي في قراء الخطوب، أنت كالدلو لا عدمناك دلوا من كثير الدلاء عظيم الذنوب. يعني على القصة هذه أنها صحيحة، ودرسوه قال عيون المها بين الرصافة. إيه لأنه قال له في البداية دعوه، فهذا مضرب المثل يعني أيوة في بيئته، وبعدها تغيرت البيئة. هذا اللي يقصده طارق الحبيب الله يحفظه في موضوع ذا. أيضا تجنب الإفحام، القمه حجرا دوس عليه أجلد، اللي تسمعها في تويتر هذه تدل على نفس متذمرة، نفس تتشفى. حنا ما نبغى نتشفى، حنا نقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل. إذا أنت محاور صحيح هذا قصدك، الحكمة ظلت المؤمن. أما أفحمه ألقمه حجرا دوس عليه أجلد أضرب، أعوذ بالله في تويتر أحس بمعركة، أجلد ما أدري ألقمه حجرا، هذه ما أدري كيف تقال. هذا الإفحام، تجنب الإفحام. هو يقول أيضا ترك فرصة للمحاور لحفظ ما وجهه. يعني أنت أبو يحيى ما شاء الله محاور، إذا أخطأ عندك ضيف مثلا تقول يمكن لعلك تقصد كذا، لعلك تقصد كذا، أنت بتصحح له بس تقول له لا أنا ما عندك سالف، وش أصلا وش جابك هنا أنت فاشل. الإنسان الراقي يجيبها من بعيد. لو شفت تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل بامتصاص الحوار، لما جاء قال له الشاب بزني، الصحابة قاموا وتعاملوا معه، قال له أو ترضاه لأمك أو ترضاه لأختك، أقنع الشاب وذهب. أيضا ليس كل حوار ينتهي باتفاق، هذه نقطة مهمة. ترى أنا وإنت الحين لنا كم 100 حلقة أنا وإنت، في أغلب القضايا أنت تقول في الأخير أنا بعد ما أتعب، ترى لكم حق الاختلاف لكم بقدر ما نتفق، وهذا صحيح، صحيح. وبظل أقولها لأن هذه وجهات نظر. نعم يعني. وأنا مأيدها هنا، وأنا مأيدها هنا. أيضا يا حبيبي يقول لك جادلهم بالتي هي أحسن، جاب آخر فكرة وبرضه تحتاج شرح، التحذير من الحيدة. الحيدة هو عرفها إنه أنت مثلاً تقول لي والله اليوم موسى عازمنا على الغداء وكذا، بقول لك أنا على طول بالله ما قريت كتاب فلان فلاني. الحيدة هي الخروج عن الموضوع، هادوا عن الطريق. طبعاً هو طارق يقول إنه أكثر من يستخدمها الأزواج مع الزوجات، وين كنت سهران البارح وذا، فهو يقول له أقول لك إيش صار على العشاء عسى قضاء. هذا الحيدة، هذه طبعاً أساليب شيطانية مقبولة في مع الأصدقاء، لكن في الحوار غير مقبولة لأنها تشتيت للموضوع وإبعاد عن الموضوع. بقينا يا طويل العمر، أما ما في الكتاب الآن أنت تسألني عن الملاحظات صح؟
في ملاحظتين جوهرية، وأنا متأكد أنه يعني هذا الكتاب ليس كله عن الحوار. طارق، الدكتور طارق القدير، خلط بين الحوار والخطابة، تجد أنه بعض الموضوعات هي للخطابة والخطابة تختلف، الحوار أخذ عطاء، الخطابة ونوي، عند ترسل للناس وتقول الله أقول قولي هذا وتروح لبيتكم، لا سمعت رأيهم لا أخذت رأيهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه كأنه ذاب طارق في موضوع كتابين، وهو قال في المقدمة، قال أنا اعتمدت على كتب دال كارنجي في الخطابة وكتاب أصول الحوار، هذه الكتابين هو تقريبا كان معتمد عليها في النقل، فذاب. لو أنه طبعا أكيد هو قال كتاب قديم، الآن لو توسع حيجد أنه في أنواع صارت في الحوار، 10 أنواع، تطور في محاججة، في المنطق، في الأدلة المنطقية، في الأدلة العرفية، كلها صارت تستخدم في الحوار، وعندنا مراكز للحوار في العالم كله الآن. فالحوار تغير، مو اثنين يسولفون عن موضوع، لا، صار في أعراف وفي تحكيم وفي ارتقت إلى مناظرات وارتقت إلى الكتاب بشكل جميل. ترى أنت في الحوار يا أبو يحيى ما تحتاج، خلنا بس نعرض الغلاف للجمهور اللي حاب يقتني الكتاب. أنت لو قريت ذا حتاخذ 70% من الحوار، وأنا أعتقد أن واحد يقرأه ساندويش يقرأه في ساعة ويلخصه. ترى هي قواعد الحوار، البحث عن الحق، لا تغضب، كن هادئا. لا، وكل القواعد اللي أنت ذكرتها ملخصة من الكتاب قواعد حقيقية وعلمية فعلا ومشاهدة في أرض الواقع، وإذا التزم بتطبيق أغلبها أنا أضمن أنك تخرج بجلسة حوارية ناجحة، سواء كان هذا حوار تلفزيوني ولا شخصي ولا في مجلس ولا وين ما كان. أبو يحيى، أنا بعطيك قاعدة ما قاله بس أنا تكلمت عنها كثير، الحوار مادة أساسية، الإنسان مع نفسه. أنت كم مرة تتحاور مع نفسك، أروح ما أروح، أسافر الأسبوع ذا، الحوار مع أسرتك مع أطفالك، فهذا المنهج ترى مو بس حوار اثنين، مع زوجتك مع أسرتك مع أصدقائك تتفاوض، هو نوع من التفاوض. فالحوار لازم يدرسه كل واحد، يحفظ، إذا ما عنده قيمة يشتري الكتاب يدخل موجود، أظن حاطه للدكتور طارق مجانا، يسمع كلامه ويطبق القواعد دي مع أطفالك، مع حتى مع اللي في الشارع، أنت تطلب منهم حوار والله تكسب قلوبهم. جميل، كل التحية والشكر والتقدير حقيقة للدكتور طارق الحبيب، يعني ليس فقط على هذا المؤلف، على مجموعة مؤلفات وحضوره الإعلامي والحواري الكبير والواضح في كل مكان، يعني الشكر يتضاعف له لظهوره معنا اليوم في أهلا بالعرفج، ولقبوله دعوة البرنامج، والفيديو اللي شفناه، والقراءة اللي قدمناها الكتاب، لأنه يعني صنعت لنا محتوى جيد في هذه الحلقة. بنروح إلى فقرة برواز، عودناكم نعرض صورة أو فيديو، اليوم معنا فيديو، ولكن قبل الفيديو السؤال الكبير، ماذا تعرفون عن هيئة الفروسية؟ مهمة هذا الفيديو أن يضعكم في قلب التفاصيل وتقديم كل الخدمات اللي تقدمها هذه الهيئة، على لسان مين؟ مين اللي راح يتكلم؟ اللي سيتحدث الأمين العام والرئيس التنفيذي لهيئة الفروسية المهندس مروان العليان في لقاء خاطف مع الدكتور أحمد العرفج. خلونا نشوف. أنا يا جماعة مع المهندس الصديق مروان العليان، الأمين العام لهيئة الفروسية. حبيبي، الهيئة الفروسية كلنا نعرف أنها مظلة، وش اللي تحتها طبعاً؟ طبعا الهيئة الفروسية تشرف على جميع نشاطات الخيل والفروسية في المملكة العربية السعودية. جميل، منها نشاطات الخيل. انت تتكلم عن كما يخص القفز، البولو، جمال الخيل، سباقات الخيل. ايش البولو؟ طبعا اللعبة دي. نعم. كيف لو بتعلمها؟ في عندكم دورات تعلمنا؟ طبعا الان باذن الله احنا في صدد يعني توجيه القيادة وسمو الامير بندر اشرافه ان نسوي مدينة فروسية متكاملة، يعني اليوم تجي هنا تحصل لك جزء لتحدي البولو. يا سلام. تبي تتدرب، تبي تشارك، تتفرج، لأن طبعا هي رياضات انت عارف يعني تحتاج الى تدريب وجهد. نعم. طيب لو بصير فارس برضه تقبلوني؟ انا ترى فارس. مو الهدف باذن الله ان تكون رياضة يعني للجميع. يا سلام. يعني ان شاء الله نبي نتحدى الكره، ولا هيا هنا بتتحدى كره القدم. سجلوا عليه يا جماعه. سجلوا عليه ان شاء الله. لا، والان بيصير هذا ان شاء الله النادي، ولا بتكون موقع اخر؟ طبعا الموقع مبدئيا يعني بيصير فيه مواقع خاصه، يعني هذه احدى المدن الفروسيه ان شاء الله اللي راح تكون في الرياض. هتكون في كل مدن المملكه ان شاء الله، يعني او بالكبرى مبدئيا مدن الكبرى. نعم. مدن الرئيسيه. نعم صحيح. موفق يا الله يطول عمرك. واللي مثلك والله ان شاء الله، انت وسمو الامير بندر ما يحتاج، كنا تحت اي والله. ولا وانا والله فعلا الكلمه اللي قلتها انا محطها تايتل، انه تخلون الفروسيه اشهر من كره القدم باذن واحد، لان اصالتنا احسنت وتراثنا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود من نواصي الخير الى يوم القيامه باذن الله.
بس بالله تعطوني دوره مجانيه ابدا فارس وبولو انا ما عندي الا فنان بولو ابغى اصير العب ودائما اقول احنا بلدنا ايه؟ يستاهل اكثر من كذا يا سلام ايه عليك حبيبي مهندس شكرا شكرا, شكرا, شكرا. جهود كبيرة وعظيمة بصراحة تبذل في قطاع الفروسية ككل, وغير انها جهود في نقلات كبيرة جدا, يعني جيبوا كل السباقات اللي حصلت وكل الأصداء الإعلامية اللي صارت وكل الخطوات والقفزات العالمية اللي صارت, واليوم هيئة الفروسية يعني ضمن هذه المنظومة اللي تقدم هذه الخدمة الكبيرة. شكرا للمهندس مروان العليان, والتعليق عندك دكتور. الله يحفظك, شكرا لك على هالكلام الحلو. وفعلا الآن احنا ننتقل إلى صناعة فروسية, ليست فروسية من أول هواية صناعة. أول شيء خليني أشكر الأمير أبو خالد بندر الفيصل الحقيقة, هذا طبعا غير أنه صديق عزيز يجي, أنا حضرت سباقين وترى على الأسبوع ذا داعينكم, وإن شاء الله إذا ما قدرت الأسبوع ذا أنت بتسافر الشهر اللي بعدهم, كل شهر عندهم يستقبلنا ويورينا وجالس من الساعة 3 لين ينتهي السباق. غير كذا النافورة يقول لي أحمد خلاص ترى حنا صممنا النافورة بنشيلها ونحط مثال لك. فأنا بشكر أبو خالد على دعوته المستمرة للبرنامج, ولكم أنت ودنا فريق يا هلا ويا هلا بالعرفج, كلنا نروح يوم ونغطي ونشوف الفعالية. اثنين أشكر أيضا المهندس مروان, ثلاثة أشكر حبيبنا محمد الغامدي مدير العلاقات اللي للأمانة يتابع الضيوف وين وصلوا المقاعد حقتهم إلى آخره. خليني أبسط لك الموضوع, أنا أخذت منهم الفكرة, قالوا يا أحمد بعد دراسة وعرض على مدارس الخيل في كل أنحاء العالم توصلنا إلى استراتيجية من 4 أهداف اللي هم يرسمونها الآن نادي اللي هواية الفروسية. خذ عندك طول عمرك, أولا أن نكون مميزين في رياضة الفروسية عموما وفي مشاركاتنا الخارجية والداخلية من خلال تهيئة بيئة داعمة لتعزيز المشاركة والتميز في رياضة الفروسية. مثال ذلك, شوف كل شيء مثال, استضافة أبرز فعاليات الفروسية العالمية بمنظور جديد للفعاليات لتطوير الرياضة رياضة الفروسية وجذب السياحة, نفس اللي صار في الدوري اللي شو اسمه حق إسبانيا ولا إيش اسمه المباريات النهائية اللي صارت السوبر الإسباني والإيطالي. أحسنت, بيسوون نفسها في الخيل. لاحظ ترى هو قال كلام خطير مروان, قال سجلها عليه, حننافس كرة القدم, قال حنتحدى كرة القدم. اثنين المتابعة, الاهتمام والمتابعة للمرافق الرياضية الخاصة بالخيل, هذا لسه احنا في الفقرة الأولى. اثنين الاستراتيجية الثانية أن نكون جهة رائدة في الاهتمام بالخيل ورعايتها, وهذا يتطلب العناية الصحية من خلال الطب البيطري. مثال ذلك تحديد مسارات وظيفة واضحة للمهن البيطرية المتعلقة بالخيل, تخصصات المهن البيطرية التي تعالج ساق الخيل, ركبة الخيل, إذن الخيل, أسنان الخيل إلى آخره. اثنين إنشاء مستشفيات وعيادات جديدة وتقييم آليات تسهيل استثمارات القطاع الخاص فيها, الحبيب بيسوي مستشفى بيطري أهلا وسهلا يقدمون التسهيلات. ثلاثة إنشاء مرافق الحجر الصحي للخيل, زي ما صبنا في كورونا الخيل يصيبها كورونا. ثلاثة الاستراتيجية الثالثة إعادة المملكة كموطن للخيول الأصيلة, ترى هذا كله تبني الرؤية, يعني هذا رؤية وطن, إعادة المملكة كموطن للخيول الأصيلة من خلال تهيئة بيئة ذات جودة عالية في تربية الخيل في مختلف المناطق. مثال ذلك تقييم للحالة المناخية لتقييم المواقع المثالية لإنتاج الخيل. تعرف في قصة بس ما بقولها, أن صاحبها ما أذن لي في منطقة من المناطق كان صاحبها متحمس لجلب الخيل, وسووا استشارات قالوا أن المناخ فيها والأجواء لا تناسب الخيل, فتم بعد الموضوع بعدين نعلن عنها إن شاء الله لا منه سمح لي صاحبة القصة أقولها. طيب نجي للمثال, كيف نشر برامج تعليمية للمنتجين والفرسان في قطاع الفروسية حول تربية الخيول. اثنين تطوير برنامج إنتاج خيول النخبة. ثلاثة تهيئة بيئة مثالية لمزادات الخيل. أربعة وهذا أهم شيء, تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع الاقتصاد الفروسي, كذا مسمينه الاقتصاد الفروسي, وخلق فرص الاستثمار في الخيل من الداخل وجاذبية للمهتمين بالخير من الخارج. مثال ذلك تبسيط عملية الاستيراد والتصدير ذات الصلة بقطاع الخيل, تقديم الحوافز التنظيمية للشركات المحلية والمستثمرين الدوليين من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار بالخيول. أنا أقول يا أهل الكرة شدوا حيلكم, رجائكم الخيول والحقيقة. وأنا آخر مناسبة حد مجموعة سيدات التقوا فيه قالوا يا أحمد وصل رسالتنا لنادي الخيل, إحنا متحمسين نتعلم. فسألت مروان قال سيكون هناك أكاديمية لتعليم ركوب الخيل
والبولو، تعرف اللعبة دي زي الجولف البولو، قلتهم بلعب، قال أنتوا بيحي تتنافسون عندنا. جميل جدا، تنافسية الخيل، تنافسية الإبل، كل القفزات اللي جالسين نشوفها والتنظيم الكبير في مثل هذه القطاعات من الأشياء المبهجة جدا. كنا معكم في برواز، وقبلها مزاين الكتب، قبلها كنا معكم في خبر الأسبوع وحزمة فرح. بعد الفاصل بنلقاكم في المثل يقول ذات طاقة وحكاية أبو سفيان، خليكم قريب. حياكم الله مجددا في أهلا بالعرفج، وصلنا معكم إلى فقرة المثل يقول، بنسمعها بصوت زميلنا أحمد عبد الكريم ونرجع. المثل يقول كل مشكلة ولها حل. كيف نفهم هذه العبارة؟ وهل لكل مشكلة حل واحد أم حلول؟ ولماذا لا نسمي المشكلة تحدي حتى نتعامل معها بروح المثابرة والالتزام والتحدي؟ وما هي الخطوات الأساسية لحل أي مشكلة؟ كل مشكلة ولها حل يا دكتور؟ لا مو صحيح والله، كل مشكلة ولها ألف حل. جميل. الآن طال عمرك هم وصفوا الزمن ذا زمن السرعة وزمن الفلاسفة من أمثالي، وأنا الحمد لله من الفلاسفة، يسمونه زمن الحلول. أعطيك مثال بسيط، أنت الآن لما تجي تسافر للشقيق عندك 6 خيارات، ليس حل واحد، 6 حلول. لما تجي تأكل، وصلنا المرحلة في مثل عندها النجد يقول إذا بغيت تحير وخيره، وصلنا المرحلة إنه أنت في الرياض لا تدري أين تذهب من كثرة الحلول والخيارات. هذا قصدي، حتى في دعاء زمان عند المصريين يقول اللي ما عنده إلا باب واحد الله يسكره عليه، يعني لازم الأبواب كثيرة، أبواب الفرص وأبواب النجاح، وفي شركات اسمها أبواب، دليل إنه باب الرزق ليس بابا واحد إنما أبواب. خلينا نقول المشكلة إيه، أنا ودي نركز على المشكلة لأن هذه في الحياة العامة، لكن المشكلة اليوم واحد واجهته مشكلة، نعم. هل فعلا عنده ألف حل لأي مشكلة؟ لأي مشكلة، أنا أقول لك ألف حل إذا كان عنده بعد نظر أو استعان بمستشارين. أول شيء الفلاسفة من أمثالنا ودعاة التنمية يرفضون كلمة مشكلة، يسمونها تحدي. والله تقول لي يا أحمد أنا عندي تحدي بكرة، وشو تقول؟ رحلة الساعة 7 وعندي دورة بقدمها الساعة 4. تحدي، لما أنا أقول لك تحدي انت تستنهض قوك، زي لما اقول لك عندي لك يا بشرى يا ابوي، على طول تستنهض سنابل الفرح في داخلك ولا لا تنهض. لكن لما اقول لك مشكله تصاب باحباط، لانه كثره مشاكل، نتكلم واحد تعزم بكره على الفطور يقول خلاص اجيك ما عندك مشكله، ايش دخل المشكله في عزيمه الفطور؟ فصارت كلمه مبتذله يجب محيها من القاموس. الله ذاك شو اسمه نابليون اول ما اشترى قاموس في كلمه مستحيل راح شطبها، فجاء قال بغزو انا بريطانيا، قالوا مستحيل، قال هذا القاموس هاتوا لي، طلعوا ما فيه، قال ما فيه ما عندي كلمه. انا اقول اول شيء نشطب كلمه مشكله ونحطها كلمه تحدي، هذا الاول. انت لما تقول تحدي زي ما قلنا تنهض عندك مقومات التحدي. نجي لاسس المشكله، اي مشكله في الدنيا تخضع لاسس. اول الاسس اساس اينشتاين يقول لا يمكننا حل مشكله باستخدام نفس العقليه التي اوجدت المشكله. أبو يحيى، مو أبو يحيى مسكين، أنت كل يوم خليني نضرب سين من الناس، أبو علي صديقي تزوج زوجة ويسهر بالليل وانفصل منها لأنه يسهر، جاب يتزوج مرة ثانية، أول شيء لازم يحله وشو؟ السهر. بالضبط، إذا أنت لا يمكن تعيد الزواج وأنت ما استثنيت موضوع السهر. العقلية التي أوجدت المشكلة لا يمكن تحلها، لازم أنت تطلع، يسمونها الطلوع من الصندوق. أنت لما الحين داخل القناة ما حتشوفها، لو رحت برا في الشارع حتشوف القناة، فأنت تطلع. هذا أول أساس من أساسيات حل المشكلة. الحل الثاني، الحل لأي مشكلة موجود مسبقا، كل ما علينا هو أن نسأل الأسئلة الصحيحة التي تكشف عن الحل. يعني موجود مسبقا؟ مسبقا، الله، أي مشكلة تجي يجي معها حلها، وأي حل يجي معها مشكلته، هذه قاعدة. مثلا أنت ما جي كذا أبو يحيى، والله يا أخي أنا خل أنا في أبو علي صديقك، لا أنا بستشيرك الآن. أنا عندي مشكلة أبو يحيى، أنا عندي تحدي، وشو يا أخي؟ أنا نفسي والله بلكسس وكذا، أنا جاي بلكسس، لاحظ جاي بلكسس. أنت قلت لي يا أحمد ليش تشتري لكسس؟ اشتري سيارة ثانية، ودخلت في مزاجي سيارة غير لكسس. شفت كيف حليت لي مشكلة؟ أحيانا الحلول قدامك أنت ما تشوفها، تحتاج صديقك، زي لما أنت تقول لي أحيانا يا أحمد عدل شماغك، عدل كذا، أنت مرآة ولذلك يقال المؤمن مرآة أخيه. ثلاثة، لا توجد مشكلة تستطيع الصمود أمام هجوم التفكير المتواصل. أحيانا تجي أنت تبغى تسوي شاهي مثلا، تلاقي الله ما في سكر،
صار تحدي وبطلت تسوي. بينما انت لو اجتهدت شوي تذكرت انه والله في الدولاب في الجهه الاخير كان في بقايا علبه سكر، شايف؟ لان الانسان ترى قدره التفكير صعبه، الانسان ممكن يشتغل 4 ساعات ينزل ويطلع. إيه بس المقصود في العبارة دكتور أنك لما تكون ممتلئ بمناحي تفكيرية كثيرة، ولا أنك ما أنت مركز في المشكلة نفسها؟ لا، أنك تيأس بسرعة أي مشكلة. الآن أنت أنا مرة والله كنت فاضي، وأنا دائما فاضي، كان في نمل ماشيين، فحطيت حاجز كذا، حاجز عود كبريت، فالنملة جت لقت عود الكبريت، لو واحد غيرها رجع. حنا زي ما ذاك المصري راح المسجد الجمعة، راح يوم الثلاث لقاه مقفل، قال الحمد لله قت منك يا قامع ورجع. هذا لا، النملة بدأت تفر من هنا من هنا، فراحت لقت أخذت من عطف وراحت. أنا قلت لك حنا في زمن الحلول مش في زمن الاستسلام. الاستسلام هو الصديق الخاص للمشكلة، إذا استسلمت مبسط. نجي للحل الرابع يا طويل العمر. مارك توين يقول الكل يتكلم عن حالة الطقس ولكن لا أحد يفعل شيء حيال. كلنا نتكلم عن الحر، لكن الياباني اخترع مكيف، أوجد حل. نجي يا حبيبي لا تجعل أبدا أي مشكلة تصبح عذرا، كن منضبطا لكي تحل المشكلة. أخيرا أرسطو يقول الزمن يحل المشاكل ويجعلها قديمة. طيب الآن بعطيك الخطوات السهلة، هذا مقولات خطوات لإيش؟ لحل المشكلة. أي مشكلة تفضل. أي مشكلة؟ أنا تو قلت كلام الفلاسفة. أولا تحديد المشكلة، ترى في مشكلة كبيرة في تحديد المشكلة. الآن العرفجي تأخر، العرفجي تأخر، أنا مصر إني ما تأخر، أنت تقول لي أنت متأخر. حنا ما حددنا مشكلة للآن. ترى أغلب مشاكل الناس، واحد يقول زوجته أنا ما أسهر الساعة واحدة، هي تقول الساعة واحدة من السهر، قال لا السهر لين الساعة 4، هي تقول لا أنا مفهوم. أيوة، تحديد المشكلة ولا الاعتراف بالمشكلة؟ لا لا، تحديدها هو الجزء من الاعتراف طبعا. أي. تحديد المشكلة باختصار أن نعترف أنا وأنت أن المشكلة زي ما وصفناها. ترى في الشركات الكبيرة لما يجتمعون حي مشكلة يجدون صعوبة في تحديد المشكلة. خلينا نقول الآن في روتانا مثلا نقص المشاهدات. تعريف التعريف حد تعريف المشكلة هذا جزء كبير. يجي مثلا عبد الله الشباني يقول لك ترى هبوط مشاهد التلفزيون في كل العالم، هنا خلاص قال لك ترى المشكلة عالمية ليست خاصة فينا. يجي موسى يقول لك لا حنا العام كنا كذا والسنة. يجي ابو يحيى يعطي حل. فحنا الان مغرزين في تحديد المشكله. طيب فأول هذا اول شيء تحديد المشكله. الثاني هيكله المشكله. هيكله المشكله ان احمد يتاخر فبالتالي لانه يسهر فبالتالي لازم ينام بدري. طيب النوم بدري يقتضي اني انا اجي تعبان، اني ما اشرب شاهي وقهوه بعد الساعه 7. حلو. نجي للعصف الذهني. الان حنا حددنا المشكله وهيكلناها عصف ذهني، نقعد كلنا ايش الطرق الناجحه لكي يكون برنامج يا هلا ويا هلا بالعرفج البرنامج رقم او الاول في المملكه، نبغى الاول في الوطن العربي. الان عصف ذهني، نحط كذا، نجيب ضيوف عربيين كذا، هذه العصف الذهني ونطلق الافكار كلنا نبدع فيها. بعدين اتخاذ قرار. شوف الان ترى احنا كلنا مشكلتنا اننا نتحدث لكن لا نتخذ قرار، واذا اتخذنا قرار في مشكله ثانيه بعد. اتخذنا قرار انه العرفج يستضيف كل اسبوع شخصيه عربيه، انه ابو يحيى يجيب لاعبين ذا بعد عربي، نجيب كذا عشان يصير الاول على الوطن العربي. اتخذنا القرار، تنفيذ القرار وهذا اصعب واصعب. انت الان لو سالت حبيبنا علاء ولا انت ولا موسى قلت له السهر مضر، قال لي والله مضر. طيب ليه ما تسلم تنام بدري؟ ومعترف بالخطوه مفصلينها ومتخذين قرار، بس التنفيذ وهو اكبر شيء. الله عز وجل يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. شوف كبر مقتا، الله مقت أنه أنت تقول شيء ولا تنفذه. مراجعة النتائج هذه الخطوة بعد التنفيذ. بعد التنفيذ الآن حنا جاء موسى وعبد الله الشبانة وسوينا التنفيذات، يلا يا عرفة سوينا قراراتك اللي بغى، المشاهدة ما تغيرت. إذن في غلط في أحد الأشياء الأربعة، يا تحديد المشكلة، يا هيكلتها، يا العصف الذهني، يا اتخاذ القرار، يا تنفيذه. أحياناً تنفيذه، أحياناً تنفيذه، يعني كل واحد تسأله له أي سمين تسأله السمنة مضرة، طب خفف وزنك، يعرف الحل ويعرف كل شيء بس ما يسوي. طيب لو كنت أنت ماشي على الخطوات بشكل جيد وما كانت النتائج بالشكل اللي تبغاه، هنا إيش تروح لحل ثاني ولا تعيد خطوات؟ تعيد الخطوات، بس طبعاً أنت لما تعيد الخطوات حتروح لحل ثاني، بس أنت تعيد النظر. ترى أحياناً الأربعة كلها، يعني مثلاً أنت الحين في القناة. طورت الإضاءة، طورت الضيف العرفج، طورت الصوت، بقي أبويا أبو حاتم ما طورته، المالكي المخرج الجميل ما طورته. إذن أنت لازم في التطوير لازم كل الجهات تطورها، تطور أبو يحيى، تطور الديكور، تطور. أما أنت تجيب ضيوف كويسين والديكور عادي لا.
فأنت تراجع الأربعة، ترى هذه أي مشكلة أبو يحيى، أي مشكلة في الدنيا تخضع لها القرار. ترى زعل أبو حاتم يقول اطلع فاصل خلاص زعلت. بالعكس أنا ما أدحو ترى كذا. أنت قلت الجميل وجميل فعلا. طيب دكتور تسمح لي بس نعيدها على السريع بس عشان الجميع يكون معنا، تحديد المشكلة، هيكلة المشكلة، العصف الذهني، اتخاذ القرار، تنفيذه، مراجعة النتائج. والله ما شاء الله عليك تبارك الله، الله يقول أمين يحميك فعلا زي ما كتبت أنا من الأسبوع حفظ هذاك. طيب لا بس ترى شف أبو يحيى ترى أرجع وأقول تحديد المشكلة جزء كبير. أنا أعرف اثنين من أصحابي يعني صديق لي وزوجته كنت أنا واسطة خير بينهم وصل بينهم مختلفين على مفهوم السهر، هو مصر إنه الساعة واحدة ليست أخير، وتقول أبوي كان يجي عنده من الساعة 10 شفت 3 ساعات وبلش نفتح دير مشكلة ومفصلة ولأننا ما حدد المشكلة وهي أول خطوة. أول طبعا طيب أنت تشوف إنه الخطوات الست هذه لازم تمشي على نفس الترتيب؟ لا هو لا هو ترى زي البناية 5 أدوار أنت لا يمكن تبني الدور الخامس قبل، لأنه قبل لا نجي تعال أنا وأنت الحين أنا وأنت الآن خلينا نقول تحدي يا هلا بعرف جايين هنا متفقين على الفقرات على الفواصل معانا حبيبنا احمد احمد عبد الكريم متفقين بعد انا كل اسبوع راجع يا هلا بالعرفج مشاهداته وطلعت مشاهداته ونزل العصف الذهني اللي نسويه احنا بالجروب حق هلا بالعرفج تحديد المشكله التنفيذ كم مره قلنا شيء وما نفذناه واللي ما ينفذ يا ويله ترى هذه الـ5 خطوات هذه مفاتيح لاي مشكله طبعا عاد تدخل في اضافات عاد لكل مشكله لكن القواعد العامه ذي حطيتها بسوق الغنم حطيتها بصناعة الصواريخ حطيتها ببرنامج التلفزيون حطيتها بتطوير نفسك أنت تعال يا سيدي أنت ليش ما تنام بدري أو ليش السمنة عندك زايدة 1 2 3 طبقة واحد يقولك ما لي بالرياضة يا أحمد أسوي شيء للرياضة خفف دايت واحد يقول يا أبوي يقول لي أي شيء بس لا تقول لي أكل نقول له سوي كذا لذلك حنا في زمن الحلول وأهم شيء لا تقول إنه ما في حل لا أبدا أنت تقولها كذا بالفم المليان إنه ما في حاجة اسمها ما في حل أعطين شوف الله يرحمه طلال المداح مرة كان في مقابلة صغار كنا بمجلس جالسين أنا ما أعرف طلال يعني من بعيد أشوفه وكان عمره في 60 أو آخر 60 شعره أسود مرة قالوا قلنا له أبو عبد الله يعني ما عندك شعر شيء قال شوفوا المشاكل نوعين مشكلة لها حل أحلها مشكلة ما لها حل أرميها وراء ظهري إحنا هناك يعني مثلا عرفة طوله هذا خلاص لا يمكن أقول والله بطول أنا لكن ممكن أطور عقلي ممكن أخفف وزني ممكن أسوي عمليات تجميل لكن في امور مشاكل يعني مثلا بسم الله عليهم واحد مقعد مثلا هذا انت ما في الا تتاقلم مش الحل الوحيد له انك انت تحل مشكلته في اطار ما هو حاصل يعني هيلين كيلر انا اعتبرها قدوه لي ولدت لا تسمع ولا تتكلم ولا تشوف فتأقلمت مع الوضع ألفت كتب صارت استاذة في الجامعة لأن اعتمدت على حاستين هذا حل المشكلة ورغم الوجع هذا كله كان تكتب في التفاؤل وفي السعادة وفي الأمل لا وتقابل رئيس أمريكا روزفلت يجيها عنده شلل أطفال تقابله لأنه عنده شلل أطفال لكن هي لين حلت المشكلة قالت أنا عندي قدرتين الشم واللمس واشتغلت على هذه وطورت نفسها ترى لعمة الحين عندك عميان طه حسين عبد العزيز بن باز المعري مدري الله يرحمهم كلهم هذولا خلاص ولدوا أحياء حتى بردوني مبدعنا الشاعر اللي تعرفه نعم صحيح سألته مقابلة مصرية قبل فترة شفتها له حلو قالت له تتمنى يرجع هو في 70 قالت تتمنى يرجع بصرك قال لها خلاص في 70 أنا تأقلمت إني أعمى لو إني في 70 جاني بصري هحتاج 10 سنين عشان أتأقلم على البصر لأنه ولف على الذاكرة التصويرية في البصر طيب خذنا إلى حكايانا شوف الحكاية أول شيء تقهوى أنا ودي تقهوى لا أنت مديت يدك ورجعت عشان ما تقول أحرمنا باقي ذات طاقة أيوة شفت كيف لأنه مرتبطة بالحكاية طيب يلا بنروح لذات طاقة ذات طاقة بصوت أحمد عبد الكريم بس أخذنا حوار حل المشكلات وبعد ذات طاقة بنسمع الحكاية بس خلونا نخلص ذات طاقة ذات وطاقة يقول تي جي مؤلف كتاب قانون التفكير إن 9999 طفلا من كل 10,000 طفل يقضى على عبقريتهم بسبب أساليب التربية والتنشئة والسؤال كيف نزيل التحطيم الذي شكل طفولتنا وكيف نشجع أطفالنا لكي ينطلقوا في عبقريتهم الأطفال والعبقرية تفضل شوف أول شيء لازم نتفق عشان ما نطول في الموضوع إن الأطفال يولدون عباقرة ما يقول لك فأبواه يهودانه وينصرانه الأطفال في البيئة 3 أشياء المدرسة والبيئة والأسرة هذه 3 يا تزيد عبقريتك يا تنهيك أنا مثلا كل واحد فينا أنك شجاع تعرفني كل واحد فينا كان له ألقابه صغير أنا حصلت على 10 ألقاب يا حمار يا غبي يا أبله
يا حيوان يا مغفل يا جنط يا بهيمة يا ثور يا لوح يا سلك، هذه كلها حصلت عليها. أنت لما نجيك هالكم الهائل وأنت عبقري، أنا كنت أعتقد أني أينشتاين العرفج، يجيك هالتعطيم الهائل أكيد أنك تتأثر، لكن أنا كانت مناعتي الداخلية قوية، ما كنت أتأثر، كنت أسمع منه وأطلع ثور من هنا أقول ثور، يا ليتني قوة الثور، الثور ولا الحمار في الصبر ولا الجداء الجنط في الدوران، كلها الجنط حق الكفر يمشيك يدور فيك ست ساعات ما يوقف. أنا أقول أنه آبائنا وأمهاتنا ما قصروا واجتهدوا، لكن هم تلقوا تربية قاسية فيمررونها. حنا الآن جاء الوقت أننا نسوي تعديل. أعطيك الطرق، تعرف أنا أرجع للمؤلفين بسرعة وأعطيك طرق اللي هي، وأنا إذا تتفق معي دكتور ما نعمم هذا الشيء، لأنه في كل الأزمنة وفي كل المراحل هنالك سلوك تربوي كان عظيم جدا وخرج عظماء، وهنالك سلوك تربوي كان عادي، وهنالك سلوك تربوي ما كان جيد، ما في شك، وما ينطبق قديما ينطبق حتى حديثا، يعني ستجد كل هذه المشكلات موجودة. صحيح، احنا طبعا نتحدث عن الأسر اللي فيهم قسوة، الأسر اللي اجتازت الاختبار، هذول ما هم، هو البرنامج هذا محطوط لمن يحتاجه. خير مثال اللي قلت هند بنت عتبة، هند بنت عتبة لما ولدت معاوية كانوا يستهترون معاوية، قالت ثكلته إن لم يحكم العرب قاطبة، وما مر 40 سنة إلا معاوية حاكم العرب قاطبة. هذه الأم، شوف عشان نستعجل ما نبغى نتكلم عن التحطيم، دائما يقول لك في التنمية البشرية ابحث عن ما تريد وليس ما لا تريد. نجي نقول لك الطرق التي تساعد ابنك لكي يكون عبقريا. واحد، ساعد ابنك على خوض تجارب متنوعة، حاول يركب سيكل وطاح سشجعه، لا تقول انت بقرة ما تفهم، خلى السيكل لغيرك تعلم مدري، هذه واحدة. اثنين، رعاية مواهبهم واهتمامهم، شايف ان ولدك يطالع بالسقف، طالع طول الوقت بالسقف مرتفع إلى العلياء رافع راسه، أنت تشوف اهتماماته ما هي. ثلاثة، ادعم احتياجات طفلك الفكرية والعاطفية، حسيت أن ولدك عنده فكرة الألعاب والبناء الهندسي اشتري له ألعاب هندسية، ركز على هالموضوع ذا. أربعة، امدح، هذه أهم نقطة، امدح الجهد وليس القدرة، امدح الجهد. هذا الفقه ترى الفقهاء رعوها، المجتهد مجتهد لو إذا أخطأ له أجر، إذا أخطأ إذا ما أصاب له أجرين. ليه؟ الإسلام ما يضيع لك الجهد، لا يضيع الله أجر من أحسن عمله. هذا يقول لك امدح الجهد، مثلا بيحاول على شيء ولا نجح، بيتعلم السباحة وكل شيء يغرق، أنت لا تمدح قدرته، امدح جهد وقل له بطل حتنجح المرة القادمة وكذا. هذا موضوع مهم ترى، لا تخف من الفشل، لا تخوف ولدك منه، إذا طاح لا تقول له مرتين يا ابن حلال أنت عساك، أنا والله يمكن أصغر عساك تنجح وعساك، ومدرس يقول لي والله يا أحمد ما أدري لا كبرت وشبه القول لك وظيفة ما تصلح لأي وظيفة. أنا طبعا رديت عليك قلت مدام لقولك كبير القول لك طبعا ترم لوسن لو شفت سريع بديا من يوم الصغير. كم في أي مرحلة هذه تقريبا؟ في خامسة ابتدائي، عدت 3 سنين فصرت اكسترا رسوبة. احذر من نعته بصفات سيئة اللي قلت لك العشر، يا أبلة يا غبي، ترى هالطفل ما ينسى، الطفل ذاكرة اللوح، ذاكرة الطفل زي اللوح الشفاف ترتسم فيها كل شيء. تواصل مع المعلمين لتلبية احتد، أسبوعيا لازم تكلم المعلم يقول لك ترى ولدك بدأ يتهاوب بدأ يسهر، ترى ولدك مغرم بالأرقام، مهتم بالرياضة، مهتم باللينغويستيك باللغويات، يسأل يا أستاذ إيش معنى نجع، إيش معنى ناجع، إيش معنى نصر، إيش معنى مثلا الجسور. فهنا أنت تسأل المدرس حيساعدك، تبدأ تنمي. يسألك الولد وانت ماشي بابا وش معنى رهام، لوحة خياط رهام، مشغل رهام، ايش معنى رهام. فكل ما سألت تحس من الاهتمامات من الطفولة. حنا يوم حنا نسأل أقول كل تبن وسكت لا تسأل، كنا نسأل. وأنا والله يا أبو يحيى كنت خيالي مجنح، يعني ما نسمع رز أبو بنتين أفكر بنات مين دولة، أعرف بنات مين. نسمع المخطط الأمريكي، قد فرصة أشتري منحة في المخطط الأمريكي، على بالي مخطط أرض. وتسمع قال المدرس قال خط الاستواء، أنا سألته هو معبد ولا مطين مزفلت، يعني خيال مجنح طبعا، كلها وجدت إجابات تحطيم. أخيرا ما قبل الأخير، هل خضعت قدرات طفلك، هل خضعت قدرات طفلك للاختبار؟ حاول تختبره، تشوف مثلا يقولون مرة أنه حطوا طفل يتركونه بألعاب، إذا راح العمارة راح السيارة راح كذا، هذه من طرق اكتشاف الأطفال. طيب كيف تعرف أن طفلك موهوب؟ قواعد بسيطة، ذاكرة غير عادية، القراءة في وقت مبكر، هوايات واهتمامات غير عادية، ومعرفة متعمقة بموضوعات غريبة، الوعي بالأحداث العالمية، حب القراءة، طرح الأسئلة طوال الوقت، تطوير روح المداعبة،
العزف على الموسيقى يحب أن يتحكم في الأشياء، يضع قواعد إضافية للألعاب. أنا أتذكر مرة ولد صغير عندنا قلت لأمه انتبهي له، قال عمو أحمد ليش أبل عندهم تفاحة؟ قلت له انتبهي، قال لا بجيب مانجا مقطوع. إيه وترى أول ابتدائي ذا هنا أنت تحط علامة استفهام. أنا أقول الطفولة إلى الآن إن شاء الله إن شاء الله رؤية السعودية تركز على جانب الطفولة وتغذيتها. والله والله يعني في مقولة متشائمة ما أحب أقولها دائما لكن مع الأسف يقول أن يظل الطفل عبقريا حتى يدخل المدرسة، إذا دخل المدرسة تم. حنا نبغى المدرسة بيئة ولادة إبداعية، وترى المرحلة الابتدائية ولو لي رأم في التعليم أنه يعطى الرواتب أعلى شيء للمدرسين الابتدائي، لأنهم هم اللي ترى الإنسان إذا ولد بالابتدائي مبدع ما عاد يهم واحد خلاص ينطلق ينطلق. طيب حكايانا أبو سفيان على السريع نرجع لموضوع العبقرية. يوم أنا بخامسة ابتدائي كنت أدرس في مدرسة في المدينة وكان الفصل فيه 35 طالب، فأنا طبعا احنا في العادة في المدينة يمكن يذكرونها أنه نسميها كش حلاوة، إذا نجحت تطلع من السطوح تشتري كيلو وين وتكب حلاوة. فأنا رحت العصر قبل لا تطلع النتائج، رحت المدرسة فقابلت المدرس قال لي بأي فصل؟ قلت له 5000. قال انتم عددكم 35 في 2 راسبين. انا قلت طبعا مستحيل يصير، يعني ايش الحظ اللي يكون ال 35 2 انا اكون منهم. والله فعلا اخذت القرار وتوقعت اني ناجح، فاخذت من امي الله يرحمها سلفتني 10 وشريت 3 كيس حلاو وبديت اكش والناس مبروك وخمخموني ومبارك النجاح. رحت من بكره بس بشوف التقدير، والله في الاسماء الناجحين ما في في 2 الراسبين، انا واحد اسمه الشبح الله يذكره بالخير اللي قلت لك ما حقول اسمه شاس الحين أبو وعنده عيال يقول له أنا من الأوائل وكذا، ما أبغى أصدمه بالكذب هذا. فطلعت راسب رجعت أنا الحين أنا مشكلة الحلا وكيف رجعوا أمي الله يرحمها لين ماتت قبل 5 سنين تذكر يوم أنك تكش حلا وأنك ناجح، هذا صارت نكتة طبعا بس هذه جزء من ترسبات الطفولة اللي لا وحتى معالجة الوالدة للموضوع في حينها وقبلها وعطتك المبلغ وما سألت أنت ناجح ولا لا، مع أن هي خابرة ولدها يعني أصلاً مرحلة رابع وخامس كانت والله يشوف أمي الله يرحمها الله يرحمها يا رب ويغفر لها متجاوزة علماء التربية اللي درست عليهم في بريطانيا. أخواني كلهم أخواتي مبدعات، أخواتي عدهم كلهم مبدعين سبب أمي لما نرسب تقول أحمد كل عادة وفيها إفادة، أحمد يعيد السن عشان يتقوى. لما عينوني في قرية مدرس قالت هي عشان يلقى الهوى الجيد والطلاب القليلين ويكون يتمكن من التعليم أكثر. أمي كل ما تقول لها مشكلة تعطيك على طول الجانب الإيجابي منها، حتى لو مرض الواحد قالت الله راده عن شر ممكن يكون يطلع الشارع تدعى السيارة. إذا برمج الإنسان حنا نسميه الاحتفاظ بالتفكير الإيجابي، والله يا أبو يحيى في أي شيء أنت توك تقول خيرة فعلا، أحيانا أننا مقطع ما نعرضه وتصير خيرة كبيرة. جميل الله يرحم لولو والعجلان يا رب آمين. وجميع الموتى المسلمين. بنروح إلى فاصل ثالث في حلقتنا وبعد الفاصل نلقاكم في المشي والفيديوهات. حياكم الله مجددا في أهلا بالعرفج، وصلنا معكم إلى فقرة المشي. فقرة المشي اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة نتيجة الاستثنائية ضيفها واستثنائية الحدث اللي ظهر فيه اسم هذا الضيف اللي مشى مع العرفج. رجل الأعمال القدير والأستاذ النبيل رئيس مجلس إدارة شركة عقار مشرف الغامدي. اسم مشرف الغامدي مرتبط مباشرة بتذكرة فوق الخيال، وكل ما نتذكر فوق الخيال وتذكرة فوق الخيال في بعدين مهمة في هذا الموضوع. البعد الأول البعد التسويقي العالي والجميل والفكرة المبتكرة في هذا الموضوع، لأن الفكرة كانت تسويقية عالية جدا لا من المباراة ككل باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر، ولا من فكرة تذكرة فوق الخيال والميزات اللي في هذه التذكرة. والفكرة الثانية وهي المهمة البعد الخيري والعطاء الكبير والإنساني العالي جدا في هذه التذكرة. لما يكون تذكرة حضور مباراة بعشرة مليون ويذهب ريعها بالكامل إلى منصة إحسان، هذه واحدة من الأفكار العبقرية الكثيرة الكبيرة اللي اليوم تقف وتقول شكرا لمبتكريها ومخترعيها. فشكرا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ اللي كان وراء هذه الفكرة، وشكرا لمشرف الغامدي ولكل الأشخاص اللي دخلوا في مزاد هذه التذكرة حتى تساهم في العمل الخيري وتدفع إليه وتعزز من ثقافة السعوديين اليوم في العطاء والسعودية ككل في تصديرها لثقافة العطاء عالميا. هذه من الأفكار العظيمة والجميلة، والدليل أنه شوفوا المباراة متى لعبت
ومتى كانت التذكرة، وما زلنا إلى اليوم نحكي عن هذا الأثر. خلونا نشوف المشي مع العرفج، الحوار اللي دار بينه وبين الأستاذ مشرف الغامدي، ونرجع نعلق. المشي يا جماعة، المشي المشي خير وبركة. شوفوا من يمشي معي أبو أحمد حبيبنا مشرف الغامدي، كيفك يا حبيبنا؟ الحمد لله جمهور الشيء. يا أخي جسمك واضح أنك تمشي ما شاء الله. الحمد لله يوميا. يوميا كم تمشي طال عمرك؟ 10 كيلو. 10 كيلو في اليوم؟ 10 كيلو. والله أنك بطل ما شاء الله. طيب أهم الأفكار اللي جتك وأنت بتمشي. والله بغض النظر على الأفكار، لما تشربك عليك الأفكار المشي ما شاء الله تبارك الله ينظمها خليك تفكر بإيجابية. حتى لو كان في ضغوط عليك في العمل في الحياة، سبحان الله المشي ينزع السلبية ويخليك تفكر بصفاء الذهن، وقراراتك تكون يعني في الأغلب حكيمة. يا السلام عليك. طيب جزاك الله خير على دعم منصة إحسان وتذكرة فوق الخيال. هل عندك إن شاء الله استعداد في السنوات القادمة مثل المشاريع تشارك يا أبو أحمد؟ إن شاء الله إن شاء الله، هذا عمل خيري وكلنا مسلمين يا طالبين بالعمل هذا. يا سلام عليك. إيش في مشاريع خيرية في بالك أيضا؟ هل في مشاريع خيرية في بالك الآن؟ ما شاء الله فتحت باب الخير أنت للناس إنه يدعمون المنصة. والله شوف، أنا مع توجه الدولة، الدولة تتوجه أن التبرعات تكون عن طريقها، وهي عندها اطلاع على المحتاجين. يا سلام. حتى تشوف يعني الناس المحتاجين فعليا. أيه؟ لأنه إحنا وقعنا في مشكلة من كثير من الناس اللي يأخذوا كثير من التبرعات. نعم. هم فعليا غير محتاجين وممتهنين المهنة، لكن الدولة على اطلاع أكبر بالمحتاجين فعليا. فأنا مع توجه الدولة أنه الدعم يكون للدولة، والدولة هي توزع الصدقات وفق الآلية اللي تعمل عليها. يا سلام. طيب بصفتك ما شاء الله من أهل العقار، هل فعلا نسمع كثير العقار بينزل، العقار ارتفع، العقار مستقر، انت في العشر سنين القادمة ايش تصوراتك للعقار؟ العقار شيء اساسي في الحياة. نعم. لا يمكن الاستغناء عنه. نعم. وان طلع او نزل هذه سنة الحياة، لازم يطلع ولازم ينزل. ثم في المسألة الزمنية، لو طلع بيكون فترة زمنية ويهدي ويرجع ينزل مرة ثانية ويرجع يطلع مرة ثانية، وهذا شيء طبيعي. طيب الان هو طالع ولا نازل ولا الآن مستقر؟ الان مهدي. مهدي يعني تنصح أن نشتري ولا نصبر؟ والله شوف لهد السوق، أنا أشوف وقت شراء. يعني نشري الآن. الله لهد السوق وقت شراء. الله يسعدك، سعدت فيك يا أبو أحمد. توعدني نمشي دائما. أكيد. في الرياض وفي جدة. خلاص. أكيد. حبيبي شكرا لك. قدوة في العطاء وقدوة في المشي، 10 كيلو ما شاء الله تبارك الله. التعليق عندك دكتور. شوف أبو أحمد، الحقيقة زي ما قلت أنت قدوة. أول شيء زي ما تفضلت، موضوع الفكرة الخلاقة من هيئة الترفيه وعلى رأسهم معالي المستشار تركي آل الشيخ، إنه جاب الفكرة مباراة كرة قدم، سبحان الله أراد الله إنه تصب 10 مليون لمنصة إحسان عن طريق الرجل هذا، وهو قال عندكم في برنامج أهلا وقالها لي إنه حاط مبلغ أكثر من كذا، وإن شاء الله في المرات القادمة. أيضا نصيحته في العقار، نصيحته يعني شوية شجعتني إني أنا أشتري، مع إنه معالي ماجد الحقيل يقول إنه العقار مرتفع شوي، فهو يقول لا فرصة للشراء. اختلاف في وجهات النظر العقارية، لكن أنا حي أبو أحمد وحي زي ما قلت على المشي، وموعدين إن شاء الله أنا وياه نمشي في مضمار طويل في جدة ونشوف 10 كيلو. أنا قلت له بتحداك 11، قال لك مليون. إن شاء الله. بنروح إلى فيديوهاتنا، معنا فيديو للأستاذ فيصل الغوينم أبو نواف. مين فيصل الغوينم؟ هو حامل البيرق والعلم اللي في صف العرضة السعودية، والأسبوع الماضي تكلمنا كثير عن العرضة والتنظيم اللي صار لها، ويعني أهم الأشياء اللي يجب أن الناس يعرفونها ثقافيا عن العرضة. بنشوف حواره مع الدكتور أحمد العرفج ونرجع. أنا مع الحبيب فيصل الغويني. هذا من هو ذا؟ تعرفون من هو؟ هذا حامل البيرق واردها كابر عن كابر. الله يجزاك خير. عطنا فكرة طال عمرك عن حملة البيرق. والله البيرق طبعا هو يكفي بس انه اسمه. يحمل لا إله إلا الله المملكة العربية السعودية، يكفي يحمل اسم راية التوحيد قبل لا يكون كل شيء. طيب بي المناسبات اللي تحمل فيها البيرق، وش طال عمرك؟ جميع المناسبات اللي تشارك فيها فرقة الدرعية نكون تحملها. الله يعني. أطول فترة حملت فيها البيرق كم تتذكر؟ ساعة ساعة ونص. وتقدر لا ماشي؟ أي ما شاء الله. أو لا قلت لا 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 زدت شجاعة. أكيد ما شاء الله. فيصل حبيبي الآن ساعة ما هي ثقيلة شوي. والله إذا تذكرت إن جنبك طال عمره الملك سلمان ولا سمو ولي العهد ولا العهد تزودك فخر. الله تخليك تجلس لو أكثر من ساعة. الله يحفظهم لنا. آمين يا رب. والله إجابة مقنعة، ما قد أجاب أحد مثل الإجابة المقنعة بالنسبة لي. الله يكثر خيرك. الله يوفقك.
التحية لأبو نواف الأستاذ فيصل الغويني متعلق وأنا عندك دكتور. وأنا أيدك في التحية يا أخي أبو نواف، يكفي إجابته العظيمة. قلت له يعني ما تتعب ساعة ونص ترى، وهو شفت البيرق معهم ثقيل، قال لا تذكرت لا إله إلا الله وراية التوحيد وعلم الوطن وجنبي الملك سلمان الله يحفظه وماسك يدي، يقول لو 100 ساعة ما أتعب. كل التحية له والتقدير. وإلى فاصل أخير في حلقتنا وبعده مكملين. والله ترى عندك على اسمي. حياكم الله في الجزء الأخير من يا هلا، وصلنا معكم إلى سيرة تويتر. الشاعر عادل الزلال الشاعر الكويتي سيروي لنا قصة أغنية نتلاقى كل خميس للفنانة رباب. خلونا نسمع إيش قال ونرجع نعلق. مساكم الله بالخير وحياكم الله في يا هلا بالعرفج، البرنامج المتابع في الكويت في الوطن العربي، واللي أتاحنا فرصة المشاركة اليوم معاه في قصة أغنية لأول مرة تعرض قصتها طبعا، وهي أغنية الفنانة رباب لنا بالعادة تلاقى كل خميس، أو مثل ما هو معروف رح تبارك. والأغنية هذا طبعا كلمات الشاعر الغدير عبد الرحمن البناي ربي شافيه، وألحان الفنان حمد عبد الكريم سنة 1983. قصة الأغنية هذه قصة عظيمة جدا ومؤثرة. كان اثنين يحبون بعض حب عظيم، وكانوا كل عام يعني عادتهم يتلاقون كل خميس يقعدون يسولفون. وفي احدى المرات الحبيب ما جاء يوم الخميس، فاستغربت حبيبته ما هي عادته يغيب ولا هي عادته انه يطنش ولا حتى قدم اعتذار. فجتها او جاها كلام ان حبيبها اليوم عرسه، قررت طبعا انها تروح وتشوف بنفسها وان شاء الله انها تكون اشاعة ما هي صدق. فلما راحت طبعا الى الصالة شافت حبيبها قاعد على الكوشة، وبجنبه العروس قاعدة اللي هي مفروض تكون مكانها. طبعا ضاق خلقها وداست على آلامها وجراحها، وغرت انه تبارك له في يوم زواجه. فحكت القصة لعطيف البناي الشاعر الكبير طبعا حفظ الغاب، كتب لنا بالعادة تلاقى كل خميس، ليه حبيبي وسيدي ما له الخميس، رحت أسأل وتحرى وين وين، قالوا يا فلان، قالوا محبوبك يا فلانة يا فلانة عريس. هذه قصة أغنية رح تبارك للفنانة رباب في عام 1983. مشكورين لحسن استماعكم، إن شاء الله نلتقيكم في قصة أغنية جديدة رح نقدمها لكم دائما، وشكرا. شكرا للشاعر عادل، والتعليق عندك دكتور. شكرا لعادل النزال، الحقيقة عادل مكسب جديد ويعتبر الآن من معدي برنامج يا هلا بالعرفج، وعدنا بأغاني كثيرة لأنه هو كان يعمل في مجلة شعر شعبي، وأيضا يقدم برامج في ذات الكويت. هذا ما يخص عادل. ما يخص رباب يا أخي، والله أنا كل ما أتذكرها أحزن. أنا شفتها مرتين أم خالد، طبعا هي اسمها الحقيقي خيرية عمارة، هي كويتية من أصل عراقي. هي جاءت في وقت فن كان في فراغ في الصوت النسائي بعد عتاب الله يرحمها، فراغ، فهي ملت الفراغ. الحقيقة كنا أنا في المتوسط كنت أسمع أغانيها بالذات الأغنية ذي، وعارف أن وراها قصة، وأنا عارف قصتها يعني اللي رواها، عارف القريبين من القصة. فهي تقول لنا بالعادة أنت لاقى كل خميس، لي حبيب وسيدي ما ياه الخميس، رح تسأل وين وين، قالوا محبوبك يا فلانة عريس تزوج، وأصرت تحضر الحفل. رباب أنت لما تفتح رباب تفتح لون طربي لا يتكرر في الخليج. أستاذنا يوسف الكويليتي يعتبرها أفضل صوت خليجي إلى الآن. رباب كانت تلامس مشاعر الناس، لو تبي تستعرض أغانيها كلها قريبة من الناس، الناس يحفظوها، إيش جبرني الشوق وأشياء أغاني كثيرة، وإلى الآن الناس تجدد أغاني رباب الله يرحمها. ماتت في يعني ما كرمت، ما وجدت الفضاءات اللي الآن موجودة، لكن أنا متمني إن شاء الله أنه في الكويت يعطى لها حفل تكريم يليق فيها. شكرا للشاعر عادل النزال ورحم الله الفنانة رباب. شكرا لك دكتور، ونشوفك الأربعاء القادم إن شاء الله. شكرا. الأربعاء القادم يتجدد معكم يا هلا بالعرفج، وغدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة الله سبحانه وتعالى.